شبكة شام إيمان الهدى. سيدة إيمان أهلا بك وكل عام وأنت بخير، وكيف هي الأوضاع الميدانية لديك في أول أيام عيد الأضحى المبارك؟ نعم، كل عام وأنتم بخير. بالنسبة لهذا اليوم، أول يوم من أيام عيد الأضحى، مر على دمشق وريفها كسابق مثيلاته، على العكس تماما، كان هناك من نشاط مكثف للطيران الحربي، حيث استهدف عدة نقاط في العاصمة والريف الدمشقي. استهدف كل من جوبر وزملكة وعربين من الجهة الشرقية للعاصمة، ودارية والمعظمية في الغوطة الغربية، أيضا حجيرة البلد والبويضة، أيضا في الريف الجنوبي. هذه الأخيرة، حجيرة البلد والبويضة، تشهد في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة جدا من عدة محاور، مع وصول تعزيزات للواء أبو الفضل العباس المدعومة بقوات حزب الله الإرهابي وقوات النظام، تحاول اقتحام هاتين المنطقتين، وخاصة بعد تمكنها من اقتحام منطقة الحسينية والذيابية. في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة وقصف بجميع أنواع الأسلحة، راجمات الصواريخ وقذائف أنهار تنهال على تلك المنطقة، يعني محاولات قوية من قبل قوات النظام لاقتحام هذه المنطقة لسبب يعني موقعها الاستراتيجي والألهام، بسبب ربطها بين الغوطة الغربية والغوطة الشرقية، ولحماية منطقة السيدة زينب التي يقوم على حمايتها لواء أبو الفضل العباس وميليشياته. أيضا بالنسبة لقلب العاصمة دمشق، اليوم سقطت عدة قذائف في عدة أماكن في قلب العاصمة، في كل من المهاجرين والمالكي والمزرعة قرب السفارة الروسية، أيضا في منطقة الميدان، في منطقة الجزماتية والقنوات، وأيضا سقوط قذائف في منطقة دمر والهامة. بالنسبة لأيضا قلب العاصمة دمشق، حي برزة دمشق، أفاد الجيش الحر هذه الليلة يعني منذ عدة ساعة، من حوالي ساعتين، بتمكن من قتل حوالي 12 عنصر من قوات النظام إسر كمين محكم قامت به قوات الجيش الحر على إحدى الجبهات، تتزامن ذلك مع اشتباكات على الجبهات الأخرى، طبعا تحت غطاء من القصف مدافع الفوزديك المتمركزة على جبل قاسيون. أيضا حي القابون منذ حوالي ساعة تم استهدافه بصاروخين أرض أرض بشكل مباشر منازل المدنيين، مع قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون. حي جبل الدمشق كان له نصيب أيضا من القذائف العشوائية ومدافع الفوزديك المتمركزة على جبل قاسيون. بالنسبة للغوطة الغربية، دارية والمعظمية أيضا شهدت قصف، إضافة إلى قصف بالطيران الحربي، قصف براجمات الصواريخ من جبال الفرقة الرابعة ومن مطار المزة العسكري، يعني وما زال الحصار مستمر على باقي المدنيين المتواجدين في منطقة المعظمية. أيضا على طريق المطار، اليوم تعرضت على كل من بلدة البلالية والنشابية وحزرمة إلى القصف براجمات الصواريخ وقذائف الهاون. هناك ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى. عندما نقول جرحى، نحن هنا أمام مشروع شهداء لعدم توفر طبعا المواد الطبية اللازمة والكوادر الطبية. يعني الجرحى هناك يعني خلال ساعات يكون في عداد الشهداء نتيجة نقص المواد الطبية اللازمة والضرورية، إضافة إلى نقص المواد الغذائية في عدة مناطق. نعم إيمان، ما هي الأهمية الشديدة لبلدات الريف الجنوبي لدمشق حتى نرى هذا الاستقتال من حزب الله اللبناني وقوات أبو الفضل العباس العراقي ضد هذه البلدات؟ نعم، يعني كما نوهت أثناء منذ قليل، يعني الريف الجنوبي له موقع استراتيجي هام، بداية أنه يربط الغوطة الشرقية بالغوطة الغربية ليوقف تقدم الثوار باتجاه العاصمة دمشق. هذه بداية، يريد النظام التقدم نحو الأحياء الجنوبية، يسيطر على الريف الجنوبي ومن ثم يتقدم نحو الأحياء الجنوبية، ويمنع تقدم قوات الجيش الحر نحو العاصمة دمشق. ثانيا، حماية المناطق، منطقة السيدة زينب التي يشرف عليها لواء أبو الفضل العباس و قوات حزب الله المتواجدة في تلك المنطقة. أيضا هناك وقوعها على طريق المطار، وطريق المطار الذي يعني يتم من خلاله توزيع الأسلحة التي يتم شحنها من خلال السفن، من خلال عفوا الطائرات المدنية التي تأتي من إيران المحملة بالأسلحة. قوات النظام الآن يعني تستخدم الطائرات المدنية من خلال مطار دمشق الدولي لتأتي بالأسلحة من قبل إيران، ويعني هذا لم يعد يخفى على أحد، وهذا مستمر حتى هذه اللحظة، يعني استخدام طريق المطار لإيصال وتوزيع الأسلحة الواصلة من إيران إلى مناطق دمشق وريفها وأماكن توزع قوات النظام في كافة المناطق. نعم إيمان الهدى، مراسلة شبكة شام من دمشق، شكرا جزيلا لك.